السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون فيديو جديد بنتكلم فيه عن الـ Class 2 Cavity Preparation، وهي هتكون نفس خطوات الـ Class 1 اللي احنا عملناها في فيديو قبل كده، بس هنعملها تاني للتأكيد، وهنعمله سريعا مع بعض. هنبتدي بإن احنا نعلم على الجروفز بتاعتنا، تمام، وبنزود إن احنا هنا بنعلم على الميزيال والديستال فوسة عشان بنشيلهم في الكلاس 2، لان احنا بنفتح الكونتاكت وبنعلم على السبلمنتال جروف برضو بتاعتنا تاني، تمام. وبنبتدي الشغل بتاعنا بان احنا بنفتح الاكسس بالراوند بير بتاعنا، تمام، اللي هي الروز هيد بير بتاعنا. بنخش في النص صورة، تمام. احنا كده برضو نزلنا بالدبس بتاعنا مقدار 1 ملي، بنقيسه بالبروب، فعلا نزلنا بيها 1 ملي. بنبتدي بعد كده ان احنا نخش في نشيل الجروف بالانفرت، تمام. طيب نشوف كده الفلور بتاعنا، تمام. بعد كده بنقيس الدبس بتاعنا، بنشوف وصلنا لكام ملي، تمام. هنا 1.5، وكذلك الناحية التانية تبقى 1.5 برضو، تمام. بنخش بعد كده في السبلمنتال جروف بتاعتنا بالسمول فيشر، تمام. بعد كده بالسمول فيشر بتاعنا بنخش بيه في السبلمنتال جروف، سواء لينجوال او او بكر. بسم الله، تمام. كده احنا خلاص يعني يعتبر خلصنا ده يعتبر سيمبل كلاس 1، ولكن لسه ما عملناش الاونديشن، مش هنعملها دلوقتي. هنفتح الاول الكونتاكت بتاعتنا في الايه في من ناحيه الميزيال، هنحددها الاول بالقلم وهنحدد الجزء اللي احنا هنشيله. الفليرنج بتاعنا اللي هنفتحه بيكون على قدر الكونتاكت، بحيث ان المنطقه اللي احنا هنفتحها دي ما يبقاش فيها اي كونتاكت مع السنه اللي حواليها، وتكون في سيلف كليننج اريا، تمام. تمام. بعد كده نبتدي ان احنا نشيلها بالانفرت بير بتاعنا، واحده بواحده من فوق واحنا نازلين بيها لتحت.
تمام. احنا كده خلاص يعني يعتبر فتحنا الكونتاكت بتاعتنا وبقت مساوية جدا مع الفلور، ماشيين في نفس المستوى ولكن قد تكون عالية سنة، هنوطيها مع بعض دلوقتي. تمام، فتحنا عملنا الفليرنج بتاعنا، اتفتح من تحت كويس، من هنا ومن هنا، مفيش اي شارب انجلز مفتوحة. تمام، ده شكلها معانا دلوقت. فاضل ان احنا ننزل الستيب بتاعتنا من الجينجيفل، هيكون مقدارها وليكن نص ملي بحيث ان الكونتاكت تتفتح، وهيبقى العرض بتاعها مقدار برضو من نص ملي لواحد ملي علشان بنعدي الدنتينو ايه انامل جنكشن. تمام، وكده هنبتدي ننزل الستيب بتاعتنا، هننزلها برضو بالانفيرت بير بتاعنا، هننزل بمقدار الهيد بتاعتنا كلها، هي مقدارها واحد ملي. تمام، دي صورة للستيب بتاعتنا اللي احنا نزلناها، اتمنى تكون واضحة في الصورة معانا. كده احنا خلاص يعتبر خلصنا، فاضل بس ان احنا بالفشر بتاعنا، وهنعمل راونديشن بس للانجلز بتاعتنا كلها، سواء بقى للايه للاوكلوزال او لل ودلوقتي ده شكل الكلاستو بتاعتنا. تمام، قبل ما نعمل لها اي فينيشنج ولا نعمل راونديشن حتى للقصبات ولا اي حاجه. تمام، ده شكلها، ويا دوب هنبتدي نعمل بقى بالفيشر بتاعنا، نبتدي نعمل راونديشن، ودي بيبقى شكل من هنا اسمه اس شيب، هنعملها على شكل الايه الاس شيب. تمام، بسم الله. بنيجي هنا عند الجزء الديستال، طالما احنا هنشتغل كلاستو عشان نزود الريتنشن والاستابيليتي، بنعمل حاجه اسمها الدافتي، بتكون في الاوبوزيت سايد بتاع الايه بتاع الاستاب، يعني لكن الاستاب هنا في الميزيال سايد، الدافتي اللي هيكون مكانه فين في الديستال سايد. طيب ده بنعمله زي حاجه دافتي من اسمه، زي دي الايه الحمامه، وبنفتح بس هنا، بنوسع هنا شويه من عند الديستال قزم. احنا بنعمل الراونديشن بتاعنا للايه للقصبة. تمام، وده يعتبر الشكل النهائي بتاع الكلاستو اللي احنا هنعمله، شوية بس برضو ايه راونديشن بسيط جدا.
بس كده خلاص احنا يعتبر خلصنا الكافيتي بتاعنا وادي كده نظفناه. عايزين نشوف الفلور بتاعنا سموث وكده ولا لا بالبروب ضهر البروب والمشي، لو عامل اي كاتش يبقى هو كده مش سموث. وكذلك بنشوف الاستب بتاعتنا تمام، هو واضح من الصوره ان هو سموث جدا وادي البروب بتاعنا وبنمشي بيه برضه تمام، مفيش اي كاتش داخل بين البروفات تمام، وادي الاستب مشينا فيها مفيش اي كاتش. وبرضه دخلنا من هنا سيلف كلينسبل اريا داخل من اليمه الثانيه، وهي هنخش برضه سيلف كلينسبل اريا ودخل وعدى تمام. فده كده يعتبر الفريم بتاعنا مظبوط. احنا بس ممكن نمشي شويه بالايه بالانفيرت بير عشان نعمل ندي السنه الكونفينينس فورم بتاعها، وان هي يبقى في الكونفيرجنس بتاعنا عشان نزود الريتنشن بتاع الايه بتاع الامل تمام. والكابو سيرفيس انجل برضو بتاعه الملجم نخلي بالنا ان هي المفروض بتكون 90 درجه، اللي هي الزاويه ما بين الكافيتي وما بين السيرفيس بتاع الكيوبس. طيب وده هيكون الشكل النهائي للايه للكلاس 2 امالج كافيتي كلاس 2 امالجم ريستوريشن. الفليرنج بتاعنا المفروض يكون كده، الستيب بتكون كده الدافتيل، و كده يكون الفيديو بتاعنا خلاص انتهى. وشكرا، واتمنى من الكل ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وانشر القناة مع زمايلك ودفعتك والدفعات الاصغر والاكبر عشان نحاول ننشر الفيديو الاكبر قدر ممكن والفايدة تعم. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن الامالجام ريستوريشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.